تقول عائشة رضي الله عنها: بينما نحن يوما في الظهيرة وقد أوى الناس إلى بيوتهم، إذ أقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صغيرة، وعائشة أصغر من أسماء، أسماء كانت صغيرة وعائشة أصغر رضي الله عنهن. تقول: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أبي بكر في حر الظهيرة في ساعة لم يكن يأتيه فيها أبدا، فعجب أبو بكر من مجيئه عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت. فلما دخل عليه قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر أخرج من عندك، عندي كلام لا أريد أن يسمعه أحد، أخرج من عندك. قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاك وأولادك، يعني لا خطر أن تتكلم عنده. قال: يا أبا بكر إنه قد أذن لي بالهجرة. تقول عائشة: فبكى أبو بكر، فوالله لم أكن أظن أن أحدا يبكي من شدة الفرح. حتى رأيت أبا بكر يبكي، يبكي لأنه سيرافق النبي صلى الله عليه وسلم في أخطر رحلة يذهب فيها إنسان، ويبكي أنه سيرافق النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: ما ظننت أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. يقول: الصحبة يا رسول الله، الصحبة مع الخطر الذي سيصيبه والقتل الذي يتربص به والجوائز التي تجعلها قريش لمن يقبض عليه. ما قال: يا رسول الله هاجر لوحدك، البقاء معك خطر والمشي معك خطر والعمل معك خطر، لا، الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. فانفجر أبو بكر يبكي. تقول: ما ظننت أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. قال أبو بكر: يا رسول الله فإني قد أعددت راحلتين، أطعمتهما وجهزت الزاد عليهما. قال: آخذها بالثمن. قال: بالثمن. ثم واعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأتي إليه ليلة من الليالي